يديكم بكرة وبعده. بسم الله أبو الابن الروح القدس الآن واحد أمين. زي ما يعني ما احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن خط عام خلال الاسبوع الالام دوت على موضوع ايه؟ لا الرئة امبارح. طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون. يوم الحد ان الجياع والعطاش للبر دول اللي هيقفوا قدام رب، دول اللي استقبلوه ملك وذبيحة، ودول اللي هيستقبلوه في السماء وهيبقوا معاه في السماء مسكين ساعة في النخل، اللي غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. اتكلمنا يوم الحد بالليل انه الانسان بيدور على حاجة تشبعه، يا اما مجد الارض يا مجد السماء. الناس الجياع والعطاش البر بيشبعوا بايه؟ بمجد ربنا. امبارح اتكلمنا عن الشبع الكاذب اللي بيديهولنا الرياء. النهارده نتكلم عن اولا ايه الخط بتاع النهارده. احنا اتكلمنا عن الرياء امبارح عشان شجره التين. ايه الخط العام بتاع النهارده؟ النهارده نلاقي ايه؟ دميانة قالت حاجه. الحقيقه الملكوت نلاقي يتقرأ متى 24 اللي بيتكلم لما راحوا المسيح وقالوا له متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهر، فابتدى يقول لهم هم علامات المجيء الثاني وانه هتقوم أمة على أمة ولكن وحروب وأخبار حروب، ولكن لو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد. الخط العام ونلاقي النهاردة تتكرر كتير قرايات من أمثال المسيح، يعني وده اللي هنتكلم فيه النهاردة. يعني نلاقي في الساعة 11 من يوم الثلاث اللي هو النهاردة الصبح، آخر قراءة كانت مثل الوزنات. نلاقي الساعة الأولى من ليلة الأربع نلاقي مثل عرس ابن الملك. هنتكلم عن كل مثل من الأمثال دول. الساعة الثالثة طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سهرين. الساعة السادسة مثل العذارى. فنلاقي انه اغلب القراءات النهاردة كانت من امثال المسيح، ونلاقي الامثال كتير منها بتتكلم عن الدعوة، ان ربنا بيدعونا. عايزين نتكلم زي ما اتفقنا الخط العام بتاعنا طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون. تخيلوا كده احنا بنيجي ليلة العيد، مش كده حكاية الأكل سهلة واضحة دي، مش كده؟ بنلاقي إيه يوم الجمعة الصيام 55 يوم، فنيجي إيه بقى إيه؟ ناكل، مش كده؟ ليه؟ جوع مع أكل بقالنا مدة ما شفناهوش، مش كده؟ والأكل بيتعمل في اليوم ده إيه؟ توصية، والناس الشاطرين اللي بيطبخوا كويس ها؟ بيعملوا أكل حلو وناكل. فربنا لما قال طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون، زي برضو اخر حاجة ختمت بيها كلامي امبارح، انه ده فيها وعد انه طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم هيشبعوا. ده وعد من ربنا ان اللي عايزين البر، اللي عايزين المسيح، اللي عايزين كلمة ربنا هياخدوا شبع. كمان فيها جانب تاني، فيها جانب الدعوة، ان ربنا بيدعو تعالوا ايها العطاش هلموا الى المياه، اللي عطشان يجي. ونلاقي النهاردة برضو من القرايات اللي كانت لطيفة في النبوات، اعتقد الساعة التاسعة من يوم الثلاث، كانت في نبوة من امثال سليمان، وبالمناسبة النبوة اللي قبلها كانت نوح. ونوح يقول عنه القديس بطرس في رسالته الثانية الإصحاح الثاني
يقول إيه؟ يقول إنه لم يشفق إن الله يعني لم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر. يعني إيه نوحا ثامنا كارزا للبر؟ نوح دوت هو اللي كان في العالم كله الإنسان البار الوحيد، هو وزوجته وأولاده 8 أنفس هم اللي دخلوا الفلك. يعني إيه كارزا للبر؟ مرتبطة بحاجة، طوبة للجاع والعطاش للبر. يعني إيه كارزا للبر؟ يعني وجود نوح كان يخلي مفيش واحد في العالم يقدر يقول يا رب أنا كنت لو ادتني فرصة كنت تبت. ليه؟ شاف نوح. نوح ده قاعد يبني الفلك كم سنة؟ كم سنة؟ لا مش 600، لا لا هو عاش، هو طلع منه هو عنده 600 سنة خلص، لكن هو قاعد يبني الفلك كم سنة؟ 100 سنة. 100 سنة. 100 سنة. 100 سنة. دايما اقول 100 سنة لو لقينا واحد، دايما لما يعملوا ترسانة بحرية بيبنوا مراكب، يبنوها فين؟ في مينا. ليه؟ يبنوا المركب بعد ما تتبنى يروحهم ايه منزلينها على المية معومينها. محدش يعمل مركب يعملها في نص الارض وبعدين يلوها ازاي بعد ما يخلصوها. فنوح بيبني فلك في وسط الارض، فالناس اكيد كانت رايحة جاية تسأله انت بتعمل ايه. فلهم الخطية بتاعت الدنيا زادت خالص، وحيجي طوفان بسبب الخطية، تعالوا نتوب. ديت ايه؟ كرازة بالبر. بل حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر اذ جلب طوفانا على العالم، على عالم الفجار. فكانت الناس رد فعلها ايه؟ ما تقالش بالظبط، لكن هل ان سألت اه فعلا مين الناس اللي استجابت لدعوة قبل كده؟ اولاده طبعا، ما هنقول عيلته يعني دول عيلة، لكن اقصد مين قبل كده اتوجهت لهم دعوة؟ يعني نينوى، يونان ونينوى، ودول ناس تابوا وتغيروا. لكن ما سمعناش ان ايام نوح حد اللي سمع كلامه. نتوقع من الكلام انه ايه؟ ان الناس اتريقت عليه، الرجل اللي ايه اللي عمال يبني فلك وجرى المخه حاجه وبيبني فلك في وسط الايه، في وسط الارض. فنوح كان كارز للبر. احنا نرجع تاني نقول انه طوبى الجاع والعطاش للبر انه يشبعون، دي تحمل معنى الايه الدعوه، ايها العطاش هلموا الى المياه، اذا جعانين وعطشانين تعالوا انا عايز اديكم. فنلاقي انه النبوة كانت من التكوين بتاعت نوح، قصة نوح، وبعديها على طول النبوة اللي بعدها كانت من سفر الامثال. تقول ايه؟ الحكمة بنت بيتها. طبعا سفر الامثال مقصود بها ايه؟ المسيح، قنوم الحكمة، مش كده؟ فلما كل الحديث عن الحكمة في سفر الامثال تفهم، نفهمه على طول انه ده مين؟ ده المسيح. فيقول الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السمع. دايما الأباء يشوفوا كلمة نحتت أعمدت، الحكمة بنت بيتها، البيت ده هو إيه؟ بيت الحكمة، بيت ربنا هو إيه؟ كنيسة، مش كده؟ والأعمدة السبعة أسرارها، مش كده؟ الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، ذبحت ذبحها، إيه ذبحها؟ جسد ربنا ودمه، مش كده؟ ذبحت ذبحها، مزجت خمرها أيضا، رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة، من هو جاهل فليمل إلى هنا. اللي بيقول أنا جاهل اللي نقصه حكمة يجي ياخد إيه؟ حكمة. من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت هلموا كلوا من طعامي، هلموا كلوا من إيه؟ من طعامي، واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهلات فتحيوا، سيروا في طريق الايه الفهم. طبعا الكلام ده نفهمه قوي على الايه، على الكنيسة، مش كده؟ واسرار، وعلى جسد المسيح وايه ودمه. بس انا بتكلم على حتة ايه، حتة الدعوة، ان في ايه دعوة. وبعدين يجي بقى المثل بتاع المسيح اللي اتقال في عرس ابن الملك، اللي اتقال في الساعة الاولى من ليلة الأربع النهاردة. هنقرأ الأمثال دي كده مع بعض بسرعة
ونتكلم فيها. يقول ايه؟ أو يقول كده: يشبه ملكوت السماوات. أنا قلت لكم الحديث النهاردة كان على إيه؟ على الملكوت. يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. مين الملك ومين الابن؟ الله الآب والإيه؟ والابن. والعرس ده إيه؟ العرس ده لأن المسيح هو عريس الإيه؟ الكنيسة. عشان كده هتلاقوا ده خط في الكتاب المقدس. عشان كده مثلا الناس تهاجم المسيحيه يقول لك ايه كتاب نشيد الانشاد ده؟ ايه كتاب نشيد الاناشيد؟ ايه اللي الحديث فيه غزل؟ ده دي النفس البشريه والايه؟ النفس البشريه والمسيح العريس بتاعها. دي الكنيسه والمسيح العريس بتاعها. ده مستوى الاتحاد اللي ما بين الايه؟ زي ما الراجل ومراته يتحد ويصير جسدا واحدا، كذلك الايه؟ المسيح اتحد بالايه؟ الكنيسه. وده اتحاد روحي مش جزداني. وعشان كده احنا ننظر للعلاقه بين علاقه الزواج انها علاقه ايه؟ راقيه جدا. يعني الناس اللي بيقوا يهاجموا المسيحيه بسبب سفر نشيد الانشيد هم بيبصوا نظره غير مقدسه للايه؟ للزواج. ولكن احنا بنشوف دي حتى على جنب يعني، بس انا بتكلم على حته انه المسيح هو عريس الايه؟ الكنيسه. فانسانا ملكا لابنه. الملك هو الله الآب، والعرس دوت هو الدعوة بتاعة الملكوت اللي ربنا بيدعونا ليها. فأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس، فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين: ها أنا ذا قد أعددت وليمتي وعجولي المعلوفة قد ذبحت وكل شيء معد، فتعالوا إلى العرس. تفهم، لقي فكرة الدعوة تلاقوها في سفر الأمثال، تلاقوها في عن نوح، تلاقوها في المثل ده، تلاقوها في مثل العذارة. خط عام ان ربنا ايه؟ في دعوة، وكثيرون يدعون ولكن قليلون ايه؟ ينتخبون. يعني ايه قليلون ينتخبون؟ مش معناها ان ربنا ايه؟ بيدعو كثيرين. لو كانش عايز الكل ما كانش دعا الكل. لكن ينتخبون يعني ايه؟ مش يعني ربنا كده نقى قال ايه انا هسيب 5 واخد السادس. لا، اللي قبله اللي عايزين الجياع والعطاش الى الايه؟ الى البر. خدوا شبع، دعوا اللي الدعوا. يقول لك: اما هم فتهونوا، فذهب واحد الى حقله واخر الى تجارته، والباقون امسكوا عبيدهم واهنوهم وقتلوهم. الناس اللي يعني واحد ذهب الى حقله، واحد ذهب الى تجارته، واحد مشغول بالارض وبالدنيا، واحد مشغول بشغله والفلوس والمال، ده اللي شاغل الانسان. والناس لو في كلمه جميله قوي في صلاه يونان في الاصحاح الثاني من سفر يونان، يقول ايه؟ الذين يرعون اباطيل كاذبه يتركون نعمتهم. يعني ايه؟ يعني الانسان لما يمشي ورا الامور الباطله يسيب النعمه اللي ربنا كان عايز يديها له. ربنا كان عايز يديله، لكن للاسف هو ايه؟ مشي ورا امور باطله. نفس الحكاية، بس اللي دعوا دول ويقول لك ان ذهب واحد الى حقل واخر الى تجارته، والباقون امسكوا عبيدهم واهنوهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده واهلك اولئك القتل واحرق مدينتهم بالنار. حينئذ قال لعبيده: اما العرس فمعد، اما المدعوون فلم يكونوا ايه؟ مستحقين. فلم يكونوا مستحقين، ما يستهلوش الدعوة. عشان كده احنا نشعر ان احنا ما نستحقش الدعوة، ولكن بنلبيها. احنا ما نستحقهاش من جهة عظمها. مين يستحق يقعد مع الملك على مائدته؟ حدش يستحق. ولكن احنا بنروح باحساس عدم الاستحقاق. المشكلة ان الانسان يهمل بقى. وعشان كده نفرق. مثلا في ناس يقولك انا ما بتناولش عشان ما استحقش. لا، تتناول طبعا. احنا نروح واحنا حاسين ان احنا مش مستحقين، لان احنا مفيش وقت هنروح لربنا ونحس ان احنا ايه؟ نستاهل. محدش يستاهل يتناول، محدش يستحق.
لكن لكن نبقى عايزين ورايحين تايبين، لكن مش رايحين مش مهملين، ولا في نفس الوقت رايحين حاسين ان احنا كويسين. نازل قال عبئ من العرس فمعد من المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس، فخرج اولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل من وجدوا اشرار وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر الى المتكئين وراى هناك رجلا ليس عليه ثياب العرس، فقال يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ اما هو فسكت. حينئذ قال الملك للخدام اوثقوا يديه ورجليه واطرحوه في الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ايه ديت؟ ايه لباس العرس؟ لباس العرس يقوله ان هو التوب اللي احنا بناخده في المعمودية. طب واحنا ايه التوب اللي بناخده في المعمودية؟ المسيح شخصية، المسيح شخصية. بولس الرسول في غلاطية 3:27 اعتقد يقول كده، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فالتوب هو المسيح، التوب بتاعنا المسيح. بولس الرسول برضو في كورنثوس الثانية 5 يقول الذي صار لنا برا وقداسة، لا دي في كورنثوس الأولى 2، الذي صار لنا برا وقداسة وفداء. المسيح هو البر بتاعنا. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. المسيح هو البر بتاعنا. يعني احنا ايه اللي يخلينا ممكن نتقدم ونروح السماء؟ ما حدش يستاهل يروح السماء، لكن احنا نروح السماء ازاي واحنا متدارين جوه مين؟ جوه المسيح. عشان كده الدعوة اللي احنا مدعوينها ان احنا نتحد بيه. احنا ليه بنتناول؟ احنا ليه بعد بكرة هنحتفل بخميس بتأسيس سر التناول؟ ليه؟ لانه يثبت فينا ونثبت فيه. من يأكل جسدي ويشرب دم يثبت فيا وانا فيه. فاحنا بنلبس المسيح، بنتدارى في المسيح. الفكرة دي معناها الفكرة دي معناها انه محدش يقدر يتقدم لربنا، يتقدم قدام الله الاب الا لما يكون في المسيح. عشان كده احنا نقول صلواتنا، يعني لو قريتوا مثلا صلاة ابانا الذي ما تلاقيش فيها بالمسيح يسوع ربنا، مش موجودة في الانجيل، الكنيسة اللي ضافتها. ليه؟ لان احنا نؤمن ان صلواتنا تقبل باسم المسيح، في المسيح. واضحة الفكرة؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني محدش يقدر يكون بار، يكون بريء من غير ما يكون مآمن بالمسيح، من غير ما يكون متحد بالمسيح. عشان كده احنا حياتنا الروحية او الايمان المسيحي مش ان احنا نكون كويسين، نكون مؤدبين، ما بنشتمش وما بنحلفش وما بنكذبش. المسيحية مش ديانة اخلاقية. الحتة دي مهمة قوي. يعني ايه؟ هو تقول لي ان المسيحية لا اخلاقية طبعا، لكن اقصد انه المسيحية مش مجرد شوية اخلاقيات. وعشان كده الناس اللي يقول لك انا بجيش كنيسة بس بعرف ربنا، بعامل الناس كويس. لا طبعا، مش ده المطلوب، مش ده المطلوب. وإلا كانت المسيحية بقت مجرد يعني زي بيسموها بالانجليزي مورال كود. مورال كود يعني ايه؟ يعني شوية فرايد اخلاقية حلوة، وتبقى تم يبقى في ديانات كتير نادت بمبادئ سامية جدا زي الهندوسية والبوذية ومش عارف ايه. لكن مش ده المطلوب. انما المسيحية، حتى عشان كده ما نستحبش كلمة ديانة. والمناسبة كلمة ديانة ما جاتش في الانجيل كتير، يعني يقولوا ما جاتش غير مرات قليلة، وجات بمعنيين. مرة بولس الرسول قال اني كنت اكثر غيرة من اترابي. اترابي يعني الرفقاء، الناس اللي زي اصحابي او الزملاء، يعني من اترابي في جنسي في ديانتي اليهودي. فالسياق كان معناه ايه؟ كان معناه تعصب، مش كده؟ كنت راجل غيور على ديني. وفي حتة تانية رحمة، السياق كان رحمة، لأن هذه هي الديانة الطاهرة عند الله الآب، هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. فتفهم أنه كلمة ديانة اتقالت بمعنيين، يا إما تعصب يا إما رحمة، لكن ما تقالتش كتير. المسيحية مش ديانة، المسيحية حياة في المسيح،
حياة في المسيح. ليه الحياة هي المسيح والموت هو إيه؟ هو ربح. فنرجع تاني، أنا ما خرجتش بره الموضوع، أنا بتكلم على إنه يعني إيه لباس العرس. يعني الإنسان يبقى بار بعلاقته بالمسيح، بنموه في معرفة ربنا، في معرفة المسيح. عشان تقولي طب هو في نوع تاني؟ آه في نوع تاني، في إنسان بار في عينين نفسه، في إنسان بار في عينين نفسه، هو شايف نفسه إيه؟ أنا بعمل كده وبعمل كده، زي ما كنا بنتكلم بار على الإيه؟ على الفريسي، مش كده؟ عشان كده يقولوا من الضربات اليمينية، في ضربات شمالية، خطايا الواضحة اللي هي الأفكار الوحشة، الزنا، النجاسة، الشتيمة، مش عارف إيه، دي يسموها الآباء يسموها الضربات الشمالية. الضربة اليمينية إيه؟ طب واحد يبتدي يصوم ويبتدي يصلي ويعمل مطانيات، يبتدي يحس إنه هو إيه؟ إنه عنده بر ذاتي. يعني إيه بر ذاتي؟ حتى فيها كلمة بر، ده مش جاع على جاع وعطاش البر، ده مش لابس لباس العرس، ده حاسس إنه هو إيه؟ إنه هو كويس في نفسه، حاسس إنه كويس في نفسه. عشان كده أخطر حاجة إن الإنسان يحس إنه إيه؟ إنه كويس، ها؟ بأي شكل من الأشكال. مش عشان أنا مفروض أقنب في نفسي وبكت في نفسي وقول أنا وحش أنا وحش أنا وحش، لا لا لا، عشان إحنا عايزين نبقى زي المسيح. يعني إيه المستوى اللي إحنا عايزينه؟ قياس قامة ملء الإيه؟ المسيح. وبالتالي إحنا بنقول له يا رب، دايما بنروح له ونقول له يا رب إحنا عايزين إيه؟ عايزين ننمو فيك، عايزين نعرفك ونحبك فنتغير ونبقى شبهك. عشان كده أخطر حاجة إن الإنسان يحس إنه أحسن من الآخرين، أخطر حاجة إن الإنسان يحس إنه كويس من ذاته. حلو، وفي حاجة بقت أحسن، يعني يقول لك لما يعني لما نتكلم عن محاسبة النفس، لما تحاسب نفسك أو تحاسبي نفسك، لو في حاجة كويسة قول في حاجة، نشكر ربنا في حاجة كويسة، بس انسب الفضل لمين؟ لربنا. وبالتالي إحنا مش مجرد ناس يعني سوداويين ونكديين بنأنب في نفسنا وخلاص، لا، إحنا هدفنا نبقى شبه المسيح، وبنشوف انه لو في حاجة كويسة دي من المسيح مش من حد تاني، ده لباس الايه؟ ده لباس العرس. يبقى اذا طوبى للجاع والعطاش الى البر. يعني النهاردة الفكرة اللي عايزين نركز عليها فكرة انه ايه؟ احنا مدعوين. المثل التاني اللي اتقال، المثل بتاع العزارة، خمس عزارة حكيمات وخمس عزارة ايه؟ جاهلات، كلهم مدعوين لايه؟ لعرس. الحياة مع ربنا فرح، عرس. الحياة مع ربنا مش نكد. احيانا ان ايه، في ناس ينقوا كده ايات، ابكوا والولوا نوحوا، ها، لكن في حزانا بنبكي على خطيتنا، لكن فرحانين لان احنا العروس بتاعت الايه؟ المسيح. لان احنا مدعوين لعرس ايه؟ سماوي. احنا اتذبح لينا العجل الايه؟ المسمى. الذبيحة جاهزة واحنا مدعوين ايه؟ مدعوين ليها. فالعشر عزارة بس خمسة كانوا جاهزين ومعاهم الزيت. ايه الزيت؟ الزيت ينفع الاعمال. يعني الزيت في اراء كتير قوي حواليه، من ضمنها الاعمال الصالحة، الزيت عمل الروح القدس. نقدر نجمل كل الكلام ده في ايه؟ مجمل الحياة الروحية، مش كده؟ اذا الانسان اللي سالك بالروح، الإنسان اللي يسيب الخطية ويدبح إرادته ورغبته الوحشة عشان خاطر ربنا، ده إنسان إيه؟ بيشيل زيت، مش كده؟ ويبقى مستعد، ويبقى مستعد. المثل التاني اللي اتقال النهاردة بتاع العبيد المستعدين، طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم إيه؟ سهرين، مش كده؟ وكلمنا امبارح عن الإيه؟ السهر. مثل تاني قال الوزنات، ونتكلم شوية على مثل الوزنات. مش يعني هحاول ما طولش عليكم، لان في ناس قالوا لي انت طولت امبارح، وكل مرة اقول ما مش هطول وطول وفي الاخر اعتذر وخلاص، بس يعني هحاول النهاردة ابقى كويس. المثل الوزنات كلنا حافظين المثل، واحد انسان مسافر، سافر وراح ساب لعبيد وزنات، واحد خمس وزنات، واحد وزنتين، واحد ايه؟ وزنة. ايه الوزنات ديت؟ كل الامكانيات اللي ربنا ادهلنا، كل الامكانيات، امكانيات روحيه، امكانيات شخصيه، المواهب الشخصيه، المواهب الروحيه، كل ديت دي الوزنات اللي ربنا ادهلنا، وادانا ان احنا نستخدمها لحسابه،
الحساب مجد اسمه، وهيرجع يسألنا أنا عشت حياة قصيرة قوي. كلنا بنعيش حياة إيه؟ حياتنا بتجري، بس هنتسأل عملنا إيه في الحياة ديت؟ كنا أمنا، شفنا أولادنا إزاي؟ حبناهم عشان نمتلكهم، ولا حبناهم علشان نقدمهم لربنا، ونقدمهم لربنا الدسين يفرحوا قلبه ويفرحوا قلب الكنيسة؟ شفنا فلوسنا إزاي؟ إن شيء بنمتلكه عشان ننبسط بيه، ولا حاجة ربنا ادهلنا عشان نساعد ونخدم بيها، نعمل بيها حاجات لينا ولولادنا، ولكن في نفس الوقت ايه مش حاسين انه ايه ان هي ديت الحياة والدنيا، هي دي قيمتنا. تعرفين في مثل في مصر يقول ايه؟ معاك جنيه تساوي ايه؟ معاكش جنيه تساوي ايه؟ مفيش حاجة. افكار ديت افكار ودخلت جوانا انه كل حاجة الفلوس تشتري اي حاجة. فالإنسان يحس إن قوته في إيه؟ في اللي عنده. في ناس لغتهم الفلوس، أنا عندي كذا دي كذا دي، وأحيانا في أطفال يتعلموا اللغة دي مش عارف بكام، دي مش عارف ماركتها إيه، لأنه لغة الإيه؟ لغة الفلوس. لكن الإنسان الواعي اللي عارف إنه، مرة حد بيقول إنه كان بيخدم فقراء وكده هوت، فبيتكلم مع واحد غني، فالراجل الغني ده قال له انتوا محتاجين حاجة للخدمة يعني؟ فالخادم دوت ايه يعني كسف يقول له انت مكسوف ليه؟ انت بسطجي وانا ايه؟ وانا بسطجي. انت بتوصل اللي الناس بتديهولك للناس المحتاجين، وانا ايه؟ وانا كمان بسطجي. ربنا بيبعت لي عشان ايه؟ ادي للناس اللي بيخدموا زيك عشان يوصلوا للايه. بس شوف الفكرة، في واحد حاسس انا بدي، انا بدفع في الكنيسة، انا ببني في الكنيسة، ها؟ في واحد حاسس انه ايه؟ انه مش بتاعته، ده مش دي مش منه، ده مش منه. عايز اقول ازاي ان في واحد فاهم الوزنات مظبوط، ففي اللي خد خمسة جت خمسة. وخلوا بالكم ليه واحد خد خمسة، واحد خد اتنين، واحد خد واحد، على اي اساس يعني؟ ليه ده ابو خمسة وليه ده ابو اتنين وليه ده ابو واحد؟ كل واحد حسب قدر، على قدر طاقته. طب مين اللي حسب طاقته ديت؟ ربنا اللي عارف، ادى لكل واحد اللي ايه يناسب خلاصه، يناسب خلاصه. ومش مهم اللي خد خمسة ولا اللي خد اتنين، في واحد امكانياته الروحية على قده، في واحد ما تولدش في بيت بتكنسي قوي يعني احنا دايما اقول احيانا نقدم القديسين بطريقة يعني زي سنكسر لما يكتب ايه كل القديسين ولد من ابوين مسيحيين تقيين. طب ويعني اللي ما متولدش من ابوين مسيحيين تقيين مالوش نصيب؟ ليه نصيب، نشكر ربنا في قديسين كتير ما ولدوش من ابوين مسيحيين، وربنا موسى الاسود ده كان حكايه مش كده. وفي ناس كانوا من ابوين تقيين ولخبطهم ولكن رجعوا اغسطينوس مش كده. المهم، فعايز اقول انه فالناس بتتفاوت في كل حاجه، بتتفاوت. مش مهم اخدت قد ايه، المهم اعمل على قد ما تقدر، اعمل على قد ما تقدر. والجميل ان اللي خد خمسة وجاب خمسة سمع نعم يا العبد الصالح والأمين كنت أمين في قليل وقيمك الكثير ادخل على فرح سيدك. اللي خد اتنين سمع نفس الايه الكلام. تعالوا نجيب نشوف التالت. كان دايما عندي مشكلة مع التالت، انه خد وزنة ودفنها، ما اهدرهاش، ما تقالش انه ضيعها، ما قالش صرفها، فخدها. ولما جه السيد قال له ايه بتاعتك زي ما هي، فقال له لا، ما ولا ما ينفعش. كنت اقول طب فعلا ليه يعني ليه العبد ده يتقال عنه العبد الشرير والكسلان؟ طب ليه ده هو ما ضيعهاش، ما صرفهاش، ايه ما استخدمهاش لمجد ربنا؟ والحقيقه بقى توضح منين المثل ده؟ فيه مثل شبهه ده في متى مثل وزنات، متى 25 في مثل زيه في لوقا 19 شبهه، انه الانسان ادى العبيده واحد 10 وزنات، واحد 5 وزنات، واحد وزنه، ولما رجع يحاسبهم اللي خد 10 وزنات اداله سلطان على 10 مدن، اللي خد 5 وزنات اداله سلطان على 5 مدن، اللي خد وزنه ودفنها اتحقق له برضه يا العبد الشرير والكسلان. بس بانت في ايه بقى؟
يقول لك انه قال للسيد ايه؟ قال له علمت انك سيد قاسي، تحصد ما لم تزرع وتأخذ ما لم تضع، فدفنت الوزنة وهد وزنة بتاعتك. قال له انا همشي معك، انت بتقول علي يا سيد قاسي، علمت اني سيد قاسي. ايه ده؟ السيد هنا يمثل ربنا، طب هو ربنا قاسي؟ لا لا لا، وعايز يقول له انت شايفني قاسي، طب ماشي، طب خاف يا اخي، طب خاف، علمت اني سيد قاسي، اخذ ما لم اضع واحصد ما لم ازرع، طب كنت رحت حطيت مائدتي على على ايه، كنت حطيت وزنتي على مائدة الصيارفة، يعني رحت حطيتهم في البنك ايه تجيب يعني ربح، يعني انجاز التعبير يعني. ها، ولو البنك مش بيجيب ربح او لكن يعني مائدة الصيارفة. الاباء يفسروا الصيارفة دول مين؟ دول مين؟ يقولوا عليهم المرشدين الروحيين. يعني انا مش عارف امشي، يمكن احد يقول لي انا ما انا مش عارف امشي في سكة ربنا ازاي، اروح ادور واسأل، اروح انا عايز الجياع والعطاش البر يدوروا. عشان كده كلنا محتاجين للإرشاد الحقيقة، اللي يمشي بدماغه مش بس في الحياة الروحية، في أي حاجة يلخبط، احنا كلنا محتاجين. عشان كده الاعتراف شيء جميل، ولما ناخد إرشاد ونسمع ونتعلم ونعمل، مش لأنه في حد بيفهم أكتر مني، لكن احنا كلنا محتاجين. وربنا بيبعت لي عن طريق ايه؟ عن طريق الناس. وهكذا وضع ان الانسان يعلم الانسان. بيقولوا انه كان في كاهن في عصور قديمه يعني، وكان انسان تقي يشوف ملاك الذبيحه، ربنا اداله انه يشوف ملاك الذبيحه، فمره قال حاجه غلط في القداس، ما كانش يمكن القداس اتكتب بوضوح او يعني القصه بتقول كده يعني، وبعدين الشماس صلح له، فسال ملاك الذبيحه قال له طب وانت ليه ما قلتليش؟ قال له هكذا وضع ان الانسان يعلم الايه؟ الانسان. احنا بنتعلم من بعض، مفيش حد كبير، مفيش حد كبير. عشان كده الكنيسة الكاهن له اب اعتراف، والاسقف له اب اعتراف، والبطرك له اب اعتراف، مفيش حد كبير، كلنا بنتعلم. عشان كده مشكلة الانسان ان يدفن وزنته ما يستخدمهاش لو ما يعرفش يسأل. عشان كده لو انا بقول طب طوبى الجياع والعطاش البر، طب اعرف ازاي؟ الاقي فين الاكل؟ الاقي فين الشرب؟ اسال وحلاقي، بس اكون امين، وبالاخص ان في ايه دعوه، وحاسال اذا كنت انا قدامي. تخيل واحد جعان ميت من الجوع والاكل قدامه مش عايز ياكل، يبقى هو المسؤول لما 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 يموت من الجوع، هو اللي ضيع نفسه مش كده؟ فحكايه اللي خد الوزنه ودفنها، لان احنا كلنا عندنا امكانيات نفسنا نخدم ونكرز بالايه؟ بالبر، نخدم بامكانياتنا اي امكانيات عندنا، اللي بمجهوده اللي بمعرفته، بس المهم ان احنا ايه؟ نستخدم الوزنات لحساب مجد اسم ايه؟ لحساب مجد اسم ربنا. فنفتكر النهارده انه ان احنا اليوم النهارده عن السماء، وان السماء دي دعوه كلنا مدعوين ليها، وانه احنا محتاجين نلبي هذه الدعوه، وان الدعوه دي دعوه عرس، دي دعوه ايه؟ فرح. واذا ما خدناش نبقى احنا ايه؟ مقصرين في حق ايه؟ في حق نفسنا، مقصرين في حق نفسنا. الالهنا كل مجد وكرامه دائما ابدين. اتفضل.